يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوع اليوم عن كيفيه الحفاظ على الكلى، وكالعاده هنتكلم عن كل تفاصيل الموضوع ولكن بشكل سريع، فما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك، ويلا بينا نتعرف على التفاصيل. لو وزنك زايد ومش عارف تخس، او عندك دهون زياده في منطقه البطن، او دهون على الكبد، او عندك جرثومه معده، او سكري، او مشاكل في القولون، فانت محتاج افضل صامغ عربي هشاب سوداني المنشا والمصنع باعلى معايير الجوده العالميه من شركه ناتوريا. طب اجيب ناتوريا منين؟ ما انت عندك موقع وشركه الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. في الوصف هتلاقي لينك موقع الهشاب 2000، واللي من خلاله هتقدر تشتري المنتج بأقل سعر ويوصل لك لحد باب البيت، سواء في مصر أو في أي مكان في العالم. وكمان تقدر تتواصل معانا على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة. أما لو عايز تعرف أي معلومة تخطر على بالك عن الصمغ العربي، سواء عن طريقة الاستخدام الصحيحة أو عن فوائد الصمغ العربي، فهتلاقي في الوصف لينك الموقع الوحيد باللغة العربية المتخصص بالكامل في الصمغ العربي. ازاي بتحافظ على الكرياتين؟ الكرياتين احنا عارفين ان هم من اهم اعضاء الجسم، تمام؟ بيحافظوا على توازن الماء والمعادن في الجسم، وبينتجوا هرمونات بتنظم ضغط الدم ووظائف الدم، بيساعدوا في انتاج كرات الدم الحمراء، يعني وظائف بيحافظوا على مستوى السوائل في الجسم، تمام؟ مستوى المعادن عند مستوياته الطبيعية، بيعملوا حاجات كتير جدا جدا، مهمين جدا جدا. فالمفروض ان احنا نحافظ على الكرياتين وما ناخدش المسكنات في كل وقت. هنتكلم دلوقتي ان احنا ازاي نحافظ على الكرياتين، ولكن بشكل من التفصيل. في مجموعه من الحاجات اللي ممكن تعملها علشان تحافظ على الكرياتين، واهمها ودايما بنقولها شرب كميات كافيه من الميه. روح الكلى الميه، هتقلل الميه بتاذيها، تمام؟ ايضا ممارسه الرياضه بانتظام، مش لازم الرياضه تمارين عنيفه، يكون جسمك في نشاط دائم علشان الدوره الدمويه تبقى ايه، تبقى شغاله، والكلى تفضل محافظه على وظيفتها. طبعا نتجنب تناول البروتينات الحيوانيه بكثره. البروتين الحيواني بيضغط على الكلى علشان يتهضم، هي المسؤوله عن جزء من الهضم، ولكن الوظيفه دي من ارخم الوظائف اللي بتقوم بيها الكلى، تمام؟ فاحنا ما نضغطش عليها من الناحيه دي. تناول الفواكه والخضروات الطازجه بينشطوا الكلى وبيخلوها في حاله انتعاش، وبيخلوها تقدر تعمل وظائفها بشكل كبير. اللي بيهدها ايضا هو الملح الزياده، انها تتخلص من الملح فتضطر تشتغل اكتر، ده برضو بيضغط عليها، تمام؟ ايضا نشرب عصائر الفواكه اللي زي عصير الليمون، ده عصير الليمون مهم جدا، فيه سترات بتفصل ما بين مكونات الحصوات، وبالتالي بتقلل المشاكل الكلى، تمام؟ ايضا نتجنب التدخين تماما، التدخين ده مصيبه، في 1000 ماده بيضغطوا على الكلى، مش ماده واحده. التدخين يا جماعه والله مصيبه. ايضا نحافظ على وزن صحي، لان ايضا من الامور اللي بتضغط على الكلى الدهون، من الامور الصعبه اللي احنا مش بناخد بالنا منها. الدهون بتاثر على الكلى بشكل كبير جدا بالسلب طبعا، وبتاثر على وظيفتها مع الوقت. لو انت جسمك زايد بتلاقي مشاكل الكلى بتجيلك بدري شويه عن الانسان اللي هو ايه، وزنه مش زايد. عدم تناول الادويه بدون استشاره الطبيب الكارثه الكبيره، ومعظم حالات الفشل الكلوي بتيجي من الاستخدام الخاطئ للادويه، وخصوصا المضادات الحيويه والمسكنات اللي بناخدها على الفاضي وعلى المليان. مراجعه الطبيب بشكل دوري لفحص الكلى من الحاجات المهمه، علشان في حاجه مهمه جدا ودي مشتركه بين الكلى وبين معظم اعضاء الجسم، الحاجه لما نروح نشوفها ونكتشفها بدري، لو في مشكله بتكون مشكله بسيطه نوعا ما، العلاج بيكون اقوى في حاله ان احنا يتم تشخيص المشكله في وقت بدري شويه. لو لا قدر الله تمت الاصابه، ازاي احافظ على الكلى؟ احنا اتكلمنا ازاي نحافظ على الكلى السليمه. ايضا هي نفس العوامل اللي بنحافظ بيها على الكلى المريضه، ولكن الكلى المريضه او اللي فيها قصور فيها بعض الخصوصيه شويه، زي ان احنا نتناول الادويه، فكده كده هناخد ادويه للكلى. نتناول الادويه بانتظام زي ما بيقول الدكتور بالظبط. لو احنا هنلتزم بنظام غذائي صحي بدرجه عاديه لو الكلى سليمه، فلو الكلى مش سليمه الالتزام بالنظام الغذائي الصحي هيكون يعني حاله طارئه، هيكون مهم جدا، ما ينفعش ان احنا نهزر فيه. انت لو ما عندكش نشاط بدني والكلى بتاعتك سليمه، لا لازم يكون عندك نشاط بدني، ولو ماشي نص ساعه لو الكلى عندك لا قدر الله فيها مشكله.
لو الفحوصات عندك بتعملها كل سنتين، كل سنة، كل ثلاثة، هو المفروض أقل حاجة سنة، لا لازم تتعمل كل 6 شهور أو أقل كمان لو في مشكلة في الكلى. لو حسيت بأي مشاكل في الكلى أو أي أعراض لازم تستشير الدكتور فورا، تمام، وتكون دكتور أخصائي أيضا. لو طب إيه الأعراض اللي ممكن تخليني أطلع دلوقتي على الدكتور؟ يعني ما ينفعش بكرة أطلع دلوقتي على الدكتور. في بعض الحالات اللي هي بنسميها حالات طارئة جدا أو إيرجنت، أول حاجة تغير لون البول للون الداكن، تمام، الشعور بالإرهاق وفقدان الشهية بشكل مبالغ فيه وبشكل مستمر، ما تنساش نفسك اجري على الدكتور. لو في وزمة في القدمين أو الساقين بدون مبرر، الرجل سليمة لكن ورمت مرة واحدة، اجري على الدكتور يشوف الوظائف ويشوف الدنيا أخبارها إيه، تمام. طب ايه الامراض اللي ممكن تؤدي لا قدر الله الى مشاكل في وظائف الكلى؟ ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، مرض السكري من النوع الاول والثاني، الامراض المناعيه زي الزئبه. لو عندك حاجه من دول خلي بالك جدا على الكلى، تمام، وايضا لازم تشخص وتروح للدكتور بدري، تمام. بعض النصائح زي ان احنا ما نتناولش، طبعا اكيد ما نتناولش ادويه بدون وصفه طبيه. لو في التهاب في المسالك البوليه وحس بحرقان شديد او في مشاكل في المسالك البوليه، طبعا لازم تتعالج بشكل فوري لان ده بيزود المصيبه وممكن يصيبك في المستقبل لا قدر الله بان القصور بيشد وبيبقى اكبر، تمام. نتجنب ممارسه رياضات، احنا بنقول مارس رياضه ولكن الرياضات اللي بتؤدي الى اصابات الكلى نحاول نبعد عنها، تمام. لو حسيت بألم حاد في منطقة الظهر ناحية الكلى، تمام، المفروض ان احنا نجري نشخص نشوف ممكن يكون لا قدر الله البول فيه مشكلة، ممكن يكون في حصوة سدت الحالب، ممكن يكون في مشاكل كتير بتأثر على الكلى. لو ايضا في صعوبة تبول مع خروج كميات قليلة من البول برضو دي علامة خطر. لو في دم في البول او في ريحة كريهة جدا، تمام، ريحة غير معتادة في الحالة دي برضو دي علامة خطر، المفروض نشوف الدكتور على طول. لازم في الحالة لازم نتناول المية بسرعة لو في حاجة او في حصوة، تمام. ايضا الطبيب هيستخدم بعض الامور علشان يتأكد، زي ان هو يستخدم موجات، ان هو لو اكتشف بعد التشخيص ان في حصوة هيستخدم الموجات التصادمية لتفتيت الحصوات، وممكن يستخدم الجراحة وممكن يستخدم الليزر، تمام. يعني في كذا بديل انت لو رحت للدكتور بدري، تمام، زي ما قلنا علشان نتجنب الحصوات اللي هي سبب معظم مشاكل الكلى، نتجنب الأكزالات والأكلات الغنية بالأكزالات زي الشوكولاتة، نتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم زي الحليب، نشرب مية وعصائر كتير، تمام، نشرب سطرات، كوباية ليمون في اليوم على الأقل، ليمون بيخلي في مادة السطرات اللي بتساعد على عدم تكون الحصوات الجديدة، تمام. زي ما قلنا نمارس الرياضة، نتجنب تناول البروتين، الإفراط أيضا في الأطعمة، تمام، تجنب الإفراط في الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لأنه بيعمل مشاكل برضو وبيكون بيساعد على تكوين الحصوات. ما ننساش أن السمغ العربي الهشاب هو أفضل علاج طبيعي لمعظم حالات الفشل الكلوي وارتفاع الكرياتينين، وده علاج مجرب وبإذن الله يعني بيجيب نتائج ممتازة، بس ضروري يكون من النوع الهشاب. ولو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني انك تضغط لايك للفيديو. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.